ikuti bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Miftahuddin, Sarjana Ekonomi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان
وبركاته.